بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وسهلا ايها السادة والسيدات. فهذا الجزء الثاني من برامجكم جهة الشبكة. في هذا الجزء عندنا دراسة نص. النص عبارة عن قاف من عيون لبوير، لين نتناوله من خلال مجموعة من الإشكالات، والله الإشكاليات اللي عاد يا صالح. الإشكالية الأولى، شنو هو ضابط لبوير؟ الثانية، لماذا سمي لبوير وشنو هم أنواعه؟ الثالثة، متى ظهر هذا البت في ترتيبة البتوتة مثلا؟ وشن هي الأغراض اللي يتناول عادة؟ وشن هو محله من الإعراب، معناه محله من السلم الموسيقي؟ رابعا، تحليل هذا القاف لغة ومعنى وغرضا، ثم نماذج اللبير وتمارين عليه. لا يسمح به الوقت من هذا إن شاء الله تعالى، هذه الإشكالات اللي نحاول نحله، واللي ماذا كان يواصل معنا إن شاء الله في الحلقات الجاية. أولا لهنا نكتبوا القاف. القاف هو يقول واللي بالليل لي من لزم البالي لا نشرح في قليمن، واللي من زيرات قادة منطرح لين يشمع في قليمن. هل قاف نزيان قيفان لبير؟ وإن كانت ما شفت الناس تحكي ياسرة، غير بعد هو لا يقل عن ذوك القيفان المشهورين، خلقين قيفان 5 6 7 متداولين عند الناس. هذا القاف ما يقل عنهم، الله قال عاد ما هو زيان من واحدين منهم، وذاك مثل يبين إن شاء الله منين نجي لتحليل القاف. إذا نحاول نكتبوه، ولن يطول في الكتابة ياك ما تقبل علي الوقت، يا غير لا يبتوهم مبين جزئية دائما نسول عنها، يقول لك عن لغنة أنه ينكتب بالطريقة اللي يسمع بها، ولا يقول عن هذه القاعدة أنها مايعة، أنها ما هي دقيقة. مثلا من لزم تقد تعدلها بهاك، من ولزم، من لزم وتقد تعدلها من لزم، وتقد باطل قاع النون تخفيها في اللام وتعدلها من لزم. هذو ثلاث انواع من الكتابه، ولا تقد تقول لي عنهم سياني بها، اللي فيهم واحده هي اللي تخدم المعنى، والكتابه مديوره منها ايصال، هي طريقه هي ايصال الكلمه اياك تنقرا، يا غير مالي لابد من الكلمه اياك تنقرا، مالي لابد من ان تعد مفهومه. اياك تفهم تحتاج لنوع معين من الكتابه هو اللي يخدم الفهم، وليست كل كتابه تخدم الفهم. إذا من لزم عادة عندنا في الحاسة الثانية حدا يكتبها يحتاج أنه من لزم، لا هي محصن ميم، ولا يقدر يدير فوقها فتحة، ولا يقدر يدير فوقها كسرة، لأن هي كسرة مختلسة. إن ما يقدر ينهمها بها اللي هي خلاط على اللام. من لزم هذا الزاء ما يقدر يمحصو به، الزاد هو كسرة مختلسة، والله قريب من ذاك. من لزم إذا هي كتابة شائكة، وتحتاج كيف تنقول شباب أنها تحتاج المادة تجمع عليها وتحاول كانت تكتبها. إذا من لزم البالي لا نشرح في قليمن، واللي من زيرات قادة منطرح لين يشمع في قليمن. الإشكالية الأولى هي شنو هو ضابط لبوير؟ الضابط تقريبا هو القاعدة، يختلفوا يتفقوا في بعض المفاهيم. مهم عنا احنا ما نحن مكثرين حتى في ذاك من المسائل الأكاديمية واللي بعيد، احنا نقبض ولا شيء قريب. الضابط ولا القاعدة ولا التعريف، لين نحاولوا نعرفوا لبير ونعودوا ندرسوه دراسة، نشوفوا باطل ضوابط والمسألة اللي يميز بها عن البتوتة الأخرين. يقيت حد مثلا يعرف لبير بأنه لبير يقول بت سباعي المقاطع بجدعته سابق المقطع الأخير. يقرأ هذا التعريف، يجد حد آخر يقول عنه مانع غير جامع، مانع عنه اللي يحتاج لإعادة النظر. بيقول هذا ينطبق أساسا على تاترات، هي اللي بجدعتها في تيروات الأربعة. لبير كانوا أخص من تاترات، لذلك هذا التعريف يعني أعطوه تاترات، وبعدين نعرفوا لبير انطلاقا من تاترات. نقولوا تاترات هي بت سباعي المقاطع بجدعته سابق المقطع الأخير، ونقولوا لبير هو تاترات مسرومة، معناها مسرومة التيف الواتن الثانية والرابعة. احنا هم اللي بالنسبة للقاف عندنا فيه إشكالية، عندنا تيف الواتن وما سميناهم كيف تسميتنا التيف الواتن الطلعة. الطلعة نقولوا لها أثلت أحمر وكسرة، وتافليت أخرى موافقة للأحمر، وتافليت موافقة للكسرة. الكسرة والله العقرب. غير القاف نقولوا التافليت الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكي نخرج من هذه أولى ثانية ثالثة رابعة، لنقبضوا نصطلحوا على مسميات
تفيدنا وتسهل علينا الدراسة. مصطلحات، مصطلح كامل جبرته نقبضه، وشي ما رأيت فيه مصطلح وقدينا نديره لمصطلح مناسب لتفهام التركة وتفهام الناس اللي تبغي تقرأ هذا الفن، نعدلوا له مصطلح. إذا لا نقبضه لحمر، هل لحمر هل تيولات القاف تطلق عليهم حمر وكثرات؟ والله ما، في حالتها تطلق عليهم راهي قاعد تطلق عليهم، في حالتها قال في الناس انها ما تطلق عليهم، لا احنا نستعارهم للقاف. اياك ما لابد ان نجيبوا مصطلحات اخرى، نحتفظوا بالمصطلحات اللي كانت عندنا. لا نقولوا عن القاف عنده ذنتين من الحمر، اياك ما نقول حمرتين، وعنده كسرتين. احنا التثنيه هي تعود عندنا في الحاسه الثانيه التثنيه، وعينا نستخدموا لها العدد. تقول جمال اثنين، وتقول جملين. اذا انا لا نقولوا حمرتين مجازا، ونقولوا كسرتين ولا صفرتين. معناها هناك حمراء تافلويت حمراء وتافلويت صفراء وتافلويت حمراء وتافلويت صفراء. هدفنا من قبيض هذه الالوان هو مغايره، ياك نبينوا عن هذه مغايره لهذا. هاو الثنتين حمر وهاو الثنتين صفر، اللي هي الاولى ما هم تفلويت التاليات، الاولى والثالثه حمر والثانيه والرابعه مثلا صفر. حمر صفر تذكرني برده قديمه عند التركية علموا بها عندهم التركيز. ديك الساعه عندهم زرقاء يقولوا لك انت كم عندك من التمر؟ تقول عندي 8 تمرات. هذا ما هو بعيد من ذا، احنا اللي جابت شبكه كامله من الامثال والحكم ومرويات بعض. اذا يقول عندي 8 تمرات، تقول له شنو بتم؟ يقول لك اربعه حمر واربعه صفر. تكرر التعليل السؤال وما يرتو يقوله ايه، من يقول ايه يخسر وتبدا يبدا الاخر. والاسئله مثلا اسئله ملحه، يقول له كم عندك؟ يقول عندي 8 تمرات. هكذا 8 تمرات، عندي 8 8. من يجي يقول ايه، يا ما يرتو يقول ايه، يعطي يقول 8 ويقول هذا. يعطي واحد لمن؟ يعطي واحد لفلان. شنو بدها حمراء؟ شو بقى عندك؟ 7 7. تكرر على اللي كان يقول ايه، ويعقب يعطي واحده صفراء ويبقى عنده 6 ويعطي واحده، ويتم يقسم لين يفرغهم ويعود ينجح. هذا ساذج عنده الورق، ترك الورق قد عود ما هو غير بعد فيه قدر من الصفا وقدر من البراء وقدر من الشيم تعدل كان عند الترك الاولين، وما عندهم الياء والورق ان شاء الله. اذا عندنا القاف ثنتين حمر وثنتين صفر. اذا قال لك البوير بت سباعي المقاطع، بت انا اعتقد ان البت هذه انها جايه من مصطلح قديم من اللهجه الاولى. الانجليز اسمه اللغه الحسانيه الى ما اصله عربي وما اصله اللهجه اللي كانت هون، لهجه صنهاجه مثلا يسموها اللهجه صلاحا. وهذه اللهجه مسمي بها ياسر المسميات الاولى خاصه القديمه. عقب ذلك جاءت الحسانيه وسيطرت وبدات زاد هي اللي تكتسب تسميات غير اللي ما قضت على التسميات الاولى. انا اعتقد ان بت، الناس تقول لك عن البت والقطع بالعربيه وانه اصله عربي وواضحه فيها قله التعريف، وقله التعريف قاعد تدخل الله في شيء اصله عربي. غير ما اللي خالق من الكلمات اللي اصلها من لهجه الاولى غير حرفه اللي عاد تدخل الى التعريف. التعريف يقول لك مثلا عندك براد، هذا ما يقدر يعرف به بادئ ب اللهجه ديك الاولى الصنهاجيه، وهو دلاله على المذكر عندهم. اذا لا ان شاء الله تعالى نواصل معاكم عقب الفاصل. سبحانك يا الحي المجيد، يا ذا من مال اصحاح نجاح، ويا ذا من حد عليه بعيد يلتاح، المرجع فيه التاح قد يتذوق ذوق وتحداد، القور والاسهاب والمهاد ما فيهم حد تلاو، وادي الجنه من الاسراح ارتاح، واللي كان في حومه الاجواد عامر من الاسراح والبطاح، عاد تبط الارياح وعاد بول الارياح تبط الارياح، واللي خالق من حادث حي شاف طرا ياسر ما هي شوي، غادرت نزالت خشم العي خشم العي، واد الملاح وغدر زاد اللي عنده دي القزاح ودي القزاح، كالحمد اللي منزل الأعلى بدهرفات وقفات اسحاب الخريف وطافي عاد اشهاب الخريف وحركة يا جورة، وفرغ باس الخيل الأركاب المنه كانت معذورة، وخلط برد الليل والمظل ورياح السهوة مهرورة، وخلط زاد يقلي وظل الخيمة هي وأمورة.